اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من ملعب الامارات. تحياتي محدثكم فارس عوض للتعليق على احداث هذا اللقاء. الكل في انتظار انطلاقه هذه المباراه ضمن بطوله الدوري الانجليزي. فريق ارسنال يواجه استون فيلا. هذه المباريات تكون مهمه جدا للاستعداد بشكل قوي والوقوف على مستوى اللاعبين. انطلاقة المباراة من عند الجانرز. جابريل جيسوس، كرة بتتخلص بعد عمل جيد حقيقة. مهم جدا قطع الكرة في هذا المكان، لكن تدخل في الوقت المناسب من الدفاع يلعبها في مكان. كرة تصطدم وضربة ركنية مشاهدينا. يا رب، الشباك تهتز سريعا اليوم للمرة الأولى في المباراة. شوف اللقطة، هدف كهذا لا يكون صدفة، واضح أنه في تدريب متواصل. عرضية مثالية من الضربة الركنية، رأسية في الوقت المناسب، الكرة في المرمى. نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. جرانيك تشاكا، مارتيلي، زينشينكو. اعتراض للكرة في مكان ممتاز. جابريل جيسوس، لكن خلاص تنتهي الخطورة هنا. ألان معديني، يتمكن من اعتراض الكرة. زينشينكو، وصلت عند أوديغارد، تصل إلى ساكا. لم تستغل هذه الفرصة، لكن الخطورة تنتهي. ضاعت الفرصة. ركلة ركنية لأستون فيلا. لكن الكرة لم تحقق المطلوب منها. تدخل ناجح هنا لاستعادة الكرة. الحكم يطلق صافرة معلنا وجود حالة تسلل. تمكن هنا ونجح في استعادة الكرة. والكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. وصلت عند أوديغارد.
الهجوم الآن من جانب جيسوس، واللي ينطلق بالكرة إلى الأمام. انظر إلى البينية الخطيرة، قبضة رائعة من جانب مارتينيز. جرانيك تشاكا، اوهو تصويبة، يا رب هدف يا تلال، وياتي ارسنال بهدف التعديل. نشوف اعادة الهدف مرة اخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. وصلت إلى ديني، الآن مع كوتينيو، الكرة تعود للأرسنال، وصلت إلى كوتينيو، تصل إلى ساكا، وصلت إلى توماس بارتي. ممتاز التدخل، شوف كيف قراها. كمارا، شوف التدخل القوي لاستعادة اللقطة. سددها، قرار سيء جدا هنا بالتسديد بهذا الشكل، والكرة بتروح بعيد عن المرمى. التسديدة من هذه الوضعيات تحتاج لمهارة خاصة. رمزي، الآن مع كوتينيو، هجوم يبدو واعدا في هذه اللحظات. بوكايو ساكا، ملعوبة إلى جيسوس، تصل إلى ساكا، ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. تدخل في هذه اللحظات ويقطع الطريق. والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. رمزي، جرانيك تشاكا، كرة تصل لجابرييل جيسوس، أرسنال في الهجوم، والآن مع مارتينيلي. مستحيل هذا التصدي، الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن الحارس يبعدها. تشتيت الكرة بعيدا عن المرمى، كرة بتتصوب، يتدخل هنا ويعترض الطريق. كرة تعود للأرسنال، تصل إلى ساكا، جيسوس بيلعبها، يضع جسده هنا أمام التسديدة. زينشينكو، وايت، بوكايو ساكا، جرانيك تشاكا، جابرييل جيسوس، البحث عن التقدم ولكن بدون استعجال في بناء الهجمة. غير قادرين على الاحتفاظ بالكرة، ممكن التقدم الآن، اللعب يتواصل بعد هذا التصدي. ضربة ركنية لمصلحة أرسنال في وقت يبحث فيه الفريق عن التقدم. واضح بأن قادم اللحظات قد نشاهد تغيير من جانب المدرب.
توماس بارتي. كمارا. الان مع ديني. فشل الفريق في تحضير اللعب. زينشينكو. كرة تصل لجابرييل جيسوس. وتفتك الكرة في مكان في خطورة. تصل إلى بايلي. اعتراض رائع للكرة من توماس بارتي. ولا تسرع في التحرك، يقع من خلاله في مصيدة التسلل. واضح بأن المدرب سيلجأ إلى دكة البدلاء في اللحظات القادمة. داني إنكس. وصلت إلى كوتينيو. محاولة للتقدم في الهجوم من جانب أستون فيلا، لكن الدفاع يتدخل. كانت تبدو خطيرة، كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. جرانيك تشاكا. والآن مع مارتينيلي. كرة تصل لجابرييل جيسوس. الكرة تذهب من عند أرسنال. يفقد الكرة، ضيع على فريق الفرصة. وصلت عند أوديغارد لكن بتروح بدون فائدة. والآن مع مارتينيلي. وصلت إلى توماس بارتي. ضربة مرمى الآن تلعب في هذه اللحظات. المدرب إذن قرر أن يغير في هذه اللحظات. ممتاز في قراءة اللعب. أوديغارد. هجمة منظمة للأرسنال في الدقائق الأخيرة. ممكن يسجل التقدم الآن. الله، كرة في المرمى، هدف في التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. نشوف اللقطة مرة أخرى، نشوف الكرة رايحة في الهدف مع اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، نشوف فرحة التسجيل، نشوف السيناريو القاتل للفوز مرة أخرى. لحظات درامية مع اقترابنا من نهاية المباراة، والنتيجة ربما تكون حسمت الآن. تنتهي المباراة الآن وأرسنال ينتصر ويحقق النقاط كاملة. الفوز تحقق وهذا هو المهم. أكيد هدف الدقائق الأخيرة له فرحة كبيرة، لكن أيضا الكل كان تحت الضغط في انتظار هذا الهدف.